بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أما هيئته الخلقية فإنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة، لا بالطويل ولا بالقصير، عريض ما بين المنكبين. كونه عريض ما بين المنكبين يدل على أنه واسع الصدر، واتساع الصدر يجعل البطن والصدر سواء، ليس فيهما شيء من البروز. فهو عليه الصلاة والسلام سبط الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن ملتويا ولم يكن مسترسلا. في جبهته عرق يدره الغضب، إذا غضب صلى الله عليه وسلم في ذات الله امتلأ هذا العرق دما، أشم الأنف، أزج الحواجب في غير قرن، بمعنى أن حاجبيه دقيقين غير ملتصقين غير مقترنين، أشم الأنف، عالي أرنبة الأنف، طويل أشفار العينين الأهداب، ضليع الفم كما ينبغي للخطيب أن يكون، كث اللحية، الشيب فيه ندرة متفرق، شيب في صدغه الأيمن، شيب في صدغه الأيسر، وشيب قليل في شعره. وقد قالوا إن أكثر شيبي عليه الصلاة والسلام في عنفقته، ها هنا هذه العنفقة في الإنسان، فهو عليه الصلاة والسلام أكثر شيبي في عنفقته، وجملة ما فيه من شعر أبيض، شعر شيب لا يكاد يتجاوز 20 شعرة صلوات الله وسلامه عليه. كان عنقه إبريق فضة دقيق المسربة، الوهد التي في النحر إلى أسفل السرة، بينهن خيط شعر ممتد على هيئة خيط دقيق، عرف به، كني عنه بأنه دقيق أي حاد غير متسعة. المسربة قلنا الشعر الممتد ما بين الوهدة الثغرة التي في النحر إلى أسفل سرته صلوات الله وسلامه عليه، سواء الصدر والبطن، ما بين كتفيه من الخلف شعيرات سود اجتمعن بعضهن إلى بعض، ناتية عن الجسد قليلا كأنهن بيضة حمامة، عرفت بأنها خاتم النبوة. ضخم الكراديس، بمعنى أن عظام المفاصل قوي متماسك، كما كان عليه الصلاة والسلام جملة متماسك البدن، إذا مشى يمشي يتكفأ تكفوا أي يتكئ على أطراف أصابعه كأنما ينحدر من صبب من مكان عال، إذا أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله، كما ورد عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، لعلها حركة جبلية يفعلها عليه الصلاة والسلام. قيل للربيع بنت معوذ إحدى الصحابيات، قال لها محمد بن عمار بن ياسر أحد أبناء الصحابة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يراه، قال لها يا أمه صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان جواب تلك المرأة؟ قالت يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. وهذا الأمر المستقر عند الربيع بنت معوذ رضي الله عنها مستقر عند الصحابة كلهم. يقيل للبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر قريب منه. يقول جابر بن سمرة، هذا من صغار الصحابة، يقول خرجت في ليلة أضحيان، ليلة مقمرة، قمر فهي مكتمل، ليلة 14-15 ما شابه ذلك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم علي حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله عندي أبهى من القمر صلوات الله.